امرأة بينها وبين ابنها خلاف وكان بدون عمل، فحرمت على نفسها أن تأخذ منه شيئا من عمله لو اشتغل، وعندما حصل على عمل امرأة عندها ابن، نعم، وكان بدون عمل وحصل بينهما خلاف، وحرمت على نفسها أن تأخذ شيئا منه أي من راتبه لو عمل، وعندما حصل على عمل أراد أن يعطيها شيئا من الراتب، ما حكم ذلك؟ تأخذه وتكفر عن يمينها. الحمد لله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تكفر عن يمينها إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فإن لم تجد فصوم 3 أيام وتأخذ ما يعطيها ابنها. نعم.